السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندكم طال عمرك الضب ومسمياته. الضب ضب والأنثى مكون. أنثى الضب اسمها مكون، ولي منه فقس صار سحيلي. هذا جحر سحيلي، وشوف القياس، هذه جرته واضحة، شوف القياس اليد، هذا جحر السحيلي. ولي منه كبر طال عمركم وجاء حول 15 سنتي وفوق، يقال له جذخ. هذه جرته وهذه عكرته، يقال له جذخ، يقال له جذخ، والجذخ أكبر من السحيلي، وهذا قياس جحره. شوفوا، أنا ما بغامر خلط له شيء، هذا قياس جحر الجذخ، والجذخ يعني الضب الشاب، وبعد الجذخ يصير ضب، وهذا قياس جحره. شوفوا خلاص، من هذا وفوق قال له ضب.